اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف هذه الفقره النجم الكبير كابتن عماد النحاس. ازيك يا عمده؟ حبيبي كابتن اسلام، وحشنا. مشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك معانا. عماد دلوقتي كان بيوريني صور يعني كبرنا جدا، لانه عماد كان بيوريني صور بقى محمد وجودي ورنا وحمزه. رنا كانت يعني كانت في ايدينا قد كده وهي صغيره، دلوقتي انا بشوفها بسم الله ما شاء الله، يعني حسيت ان انا كبرت. لا يعني. والله انت لسه بسم الله ما شاء الله. كلنا يعني ما انا كبرت وانت كبرت. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ مبسوط طبعا ان انا اكيد ان انا موجود معاك النهارده. الله يخليك يا عمده. وقبل كده انا قلت لك على اسم البرنامج نفسه، بيتي الكبير، النادي الاهلي، زي ما معودنا دايما ان هو نتجمع دايما في البيت الكبير. حقيقي يعني النهارده انا من المرات اللي انا دايما وانا بتكلم مع عماد بنتكلم في ذكريات وبنتكلم في امور كتيره جدا، والنهارده عندنا كلام كتير مع حضراتكم من خلال وجود كابتن عماد النحاس في البيت الكبير. كلام مهم جدا جدا. في عماد من اهم، ومن وجهه نظري ومن وجهه نظر كتير من الناس، من اهم بطل كوره. هنتكلم في امور كتيره جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. عماد الحقيقه يعني تاريخ كبير جدا وتاريخ طويل، ولكن في النهايه ذكريات جميله جدا وحلوه جدا وبطولات كثيره جدا مع النادي الاهلي. طبعا الحمد لله. طبعا الواحد لما بيشوف كده ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم تبقى محظوظ لما تكون موجود في الاجيال دي، لما تكون موجود معاك اسلام وبركات ووائل وشوي وشادي تريكا وفلافيو ومتعب جيلبرتو بعدها سيد معوض، كل المجموعه اللي كانت موجوده، كمان الشباب اللي كانوا طالعين معانا في التوقيت ده، من صدي لحسام عاشور لاحمد شديد. متعب انا متعب كان شاب ذكرت برضه. انا عملت متعب مع فلافيو في الاثنين روس الحرب اللي موجودين. لا الذكريات حلوه طبعا، وايام جميله. يمكن ايام اللعب هي بالنسبه لك دلوقتي ما بتتعوضش يعني، خلاص يعني ايام اللعب والمسؤوليات فيها كانت قليله على اللي احنا فيه النهارده. برضه يمكن الواحد لما يتحول من لعيب لمدرب بيحس بالكلام ده اكتر. ايه الفرق يا عماد؟ لا مسؤوليات اكتر، مدرب مسؤولياتك اكتر. لعيب ممكن تبقى مسؤول عن نفسك. انت مش ممكن، هو اكيد. انت هتبقى كويس في الاخر، ادائك ومجهودك وتعبك، ممكن المدرب ما يبقاش مقتنع بكل ده فما تلعبش. صح. وممكن بكل ده او بحاجات بسيطه تلاقي مدرب مقتنع بيك وهيلعبك، لكن القرار مش قرارك انت، بتشتغل فشيل الهم مش كتير برضه، لان برضه بترجع لك انت. اشتغلت كويس واجتهدت هتلاقي نفسك موجود في الملعب كويس، ممكن ما تطلعش من الملعب خالص. مدرب لا، كل كبيره وصغيره، فنيه اداريه، جوه الملعب بره الملعب، ظروف اللعيب قبل الماتش وبعد المباراه اثناء المباراه، لا الموضوع بالنسبه للمدرب لا طبعا محتاج تركيز اكتر واكبر، والمسؤوليه فيه اكبر، لان كمدرب مش في ايدك انت بس. هو غالبا مستقبلك كمدرب ما بيبقاش في ايدك، يعني في ايد في رجل اللعيبه، رجل اللعيب يعني. هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم انت بتشتغل وبتتعب، ما كل الناس بتشتغل. صحيح. كل الناس بتمرن، لكن هو المعلومه بتوصل ازاي للعيب؟ اللعيب بينفذ فعلا ولا لا؟ جمله. الحياة اللي انت بتركز عليها في تمرينك هي بتتنفذ ولا لا؟ مدى فهمه للي انت عايزه برضه بيفهم كويس ولا لا؟ لعيب يقدر يساعدك في الملعب وينجح لك فعلا افكارك، لان انت في الاول وفي الاخر انت كمدرب انت افكار، تحط افكار جوه في اثناء المباراه واللعيب بيتمرن عليها يقدر ينفذ الكلام ده، ونسبه التنفيذ بتبقى عامله ايه؟ كل ما يكون عندك اللعيب وكواليتي اعلى، كل ما تلاقي نسبه الـ 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 الاداء افضل، بتلاقي النتائج افضل، بتلاقي نفسك انت في مستويات اعلى. يمكن الواحد في السبع ثمان سنين النهارده، انا تسع سنين فضل ربنا فيهم شغال فيهم مدرب، محطات مش هقول ان هي كتير لسه بدري، ولكن اتعلمت فيهم حاجات كتير، خبره زادت طبعا اكيد. اول يوم غير تاني يوم، اول سنه غير تاني سنه، الاهداف بتتغير والطموح بيتغير من نادي لنادي، وانت كمان على المستوى الشخصي بتتعلم حاجات كتير. انت عارف ان انا اول ما بدات خدت خمس سنين النادي الاهلي في النادي الاهلي في الجزء الاداري، من مساعد مدير كوره وبعدين مساعد لرئيس قطاع الناشئين. في 2014 بتحول ان انت تبقى تبتدي مدرب مع نادي اسوان،
اللي طبعا بستغل الفرصه ان انا اشكرهم ان هم اللي اتاحوا لك الفرصه ان انت تبقى موجود في الجزء ده، الحاجه اللي انت كمان حبيبها وحابب ان انت تشتغل فيها. وفضل ربنا عملنا شغل كويس، مش انا لوحدي، كمان انا ومجلس الاداره اللي كان موجود وجمهور اسوان الكبير اللي كان معانا. وفي الوقت ده كان سياده المحافظ ربنا يديله الصحه مصطفى بيوسري، الناس اللي كانت واقفه في ظهرك ما تنساهاش حتى لو الموضوع من 2014 2015، لكن الناس اللي وقفت جنبك وساعدتك بدايات. الله يرحمه الدكتور حسن برضه نفس الكلام، رئيس النادي وكل الناس اللي كانوا موجودين في الوقت ده. دي البدايه اللي انت يعني، بعدين بقى محطات على حسب انت المحطه دي توديك فين وايه اللي مطلوب منها وايه اللي انت عايزه وايه اللي تقدر انت تنفذه. كان في وقت انت عايز تشتغل عشان تبقى متواجد، عشان زي لعيب بيبتدي، انت كنت برضه مدرب نفس الفكره، عايز تقول للناس ان انت كويس، عايز تقول للناس ان انت تشيل مسؤوليه وتعرف تشتغل. ودي الحمد لله في فترات كبيره الحمد لله كانت الامور ماشيه معاها الحمد لله بشكل كويس، من اسوان للشرقيه للرجاء لطنطا للمولين اتحاد سكندري لنادي طلائع الجيش. فده برضه الحمد لله برضه مشوار طويل، بس مشوار ما شاء الله 9 سنين فيهم فترات برضه بتعيشها كلاعب الكوره بس بشكل بقى المدرب. وقت النجاح بتبقى مبسوط، وقت برضو اللي ما بتحاش فيه اللي انت عايزه، لان مش هقول ان فيها فترات مثلا فشل، لا، انت بدل بتعرف المشكله فين وبتحاول تحل المشكله، فده بالنسبه لك تحدي جديد عشان تتعلم للفتره اللي جايه ممكن تقدر تعمل ايه، او الظروف اللي انت اتحطيت فيها النهارده ازاي تقدر تتلاشاها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هخش معاك على طول في مقارنه مهمه جدا، انا ما بحبش هذه المقارنات، ولكن عماد النحاس اشتغل مع مانويل جوزيه كمدير فني، يعني هو كمدير فني ولا لعيب. دلوقتي بتشوف كولر، لان ناس كتيره جدا بتحاول ان تقارن ما بين كولر اللي هاخد رايك فيه الاول، وبعد كده الفارق او ايه اللي انت شايفه ما بين كولر وما بين مانويل جوزيه. خلينا نقول ان احنا يعني مستر مانويل احنا عشان اتعاملنا معاه واحنا قريبين منه وكنا شايفين كل حاجه، يعني ما كانش في حاجه مستخبيه وكان كلامه واضح وصريح، وعلاقته باللعيبه كانت عامله ازاي. وفي الوقت ده بفضل ربنا احنا بدايه من 2004 لغايه لما المشوار كمل تقريبا هنقول جيلي، يعني انت بتقعد 10 سنين من 2004 ل 2014، في ناس كملت ل 13 وفي ناس نزلنا بدري، يعني 8 9 بدانا الامور تتحرك ناس. انا شايف ان وجه المقارنه النهارده لا، لسه بدري ان يكون في مقارنه مبدئيا. يعني مستر مانويل موضوع مختلف من اول يوم، هو كان ليه تجربه مع النادي بعدين مشي، بعدين لما رجع تاني، بعدين مع تواجد اللعيبه اختلاف العناصر اللي اشتغل معاهم الفتره الاولى غير العناصر اللي اشتغل معاها الفتره الثانيه. فتره النجاح بدايه من موسم 2004 2005 باضافه عماد النحاس، اسلام الشاطر، محمد بركات، وجود ابو تريكه من اول السنه من 1-1، وجود حسن مصطفى ورامي عادل، لا كان شاوي برده كان موجود برده كان قبلهم بموسم، صح، من قبلها بموسم تصعيد حسام عاشور وعماد متعب، فلافيو، وجود فلافيو تاني موسم. لا التركيبه دي كانت الناس بتشوف ازاي مستر مانويل مسيطر على كميه النجوم اللي موجوده في الفرقه، كل واحد في مكانه كان يقدر لوحده في فرقه يقدر يشيل فرقه، صحيح، كان يقدر كل لعيب لوحده تعمل عليه فرقه او تبني عليه مشروع، يعني فما بالك كل دول كانوا موجودين في وقت واحد. دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لمستر مانويل. انا اشوف النهارده ان الظروف شويه مختلفه، الاجيال برضو مختلفه. كولر البدايه بتاع مستر مانويل الموسم اللي فات موسم ناجح بكل طبعا المقاييس، الاربع بطولات، خمس بطولات او الخمس بطولات اللي انت شاركت فيهم، فانت اخذت الخمس بطولات والناس بتقارن ما بين 2022 وما بين موسم 2005 2004 2005 كان لا 5 6 كمان موسم 2005 6 لكن احنا كمان عملنا الانجاز الاكبر ان انت 6 7 عملت نفس الانجاز تاني وكررت الفوز بالخمس بطولات مره ثانيه. المقارنه النهارده برضه هعيد تاني ان هو لسه شويه على المقارنات. كولر ليه تفكيره، ليه سياسته مع اللعيبه، تدور اللعيبه، الروتيشن اللي بيحصل، الاعتماد مش على التشكيله اللي موجوده، لا، اللي بيتمرن كويس بيعامل اللعيبه في اللعب كلهم شبيه لبعض. شفنا تغييرات كتير، حتى الظروف اللي اتحط فيها في الغيابات اتعامل مع المواقف الصعبه بشكل كويس جدا. كان في محطتين يمكن ده انا اتناقشت انا وانت فيهم قبل كده في مكالمه او في مداخله،
حاجات تحول دايما يا اسلام. الكوره هي كده فيها نقطه دايما تحول، لا اما للافضل لا اما ممكن تحولك للاوحش يعني. اقل خساره صن داونز كانت ممكن تحولك لل توقعك تماما جدا. انا بقول ان دي نقطه تحول علاقة جديدة. للجهاز الفني. تشبهها اعتقد يا عماد قبل ما نكمل كلامنا بماتش النجم الساحلي او خسارتنا في المباراه النهائيه 2007. 2007 كان عندك بطولتين وكنت عايز تاخد الثالثه. صح. وكان دخلنا برضو في نقاشات كتير، ويمكن عدى على الكلام ده ادي وقت كتير، لكن اتظلمنا في الماتشين، ظلمنا في الذهاب وفي العوده. بركات هناك وهنا برضو نفس الكلام، لو كان لينا ضرب الجزاء وانذار، وهنا برضو ليك ضرب الجزاء ما تتحسبش وحاله طرد شديد فالظروف بتاعت المكسب والخساره كانت موجوده يعني، لكن الاهداف كانت مختلفه، ان انت تفوز بالبطوله للموسم الثالث على التوالي. لكن رجعنا تاني سنه خدنا البطوله 2008. هنا انت المركب بتاعك كان خلاص مشي وكنت انت بتدور مين اللي يقدر ينافسك يعني، انت اللي بتدور هو مين اللي يقدر في الوقت الحالي يقدر ينافسك. انت في افريقيا انت المسيطر، في الدوري هنا كنا بفضل ربنا احنا اللي مسيطرين. مش هقول الخمس سنين اللي احنا كنا موجودين فيها، لا ده 10 سنين تقريبا من كل حاجه، من 4 ل 14، عشان كده بقول لك هي 10 سنين. فالموضوع لا مختلف السنه دي. بس ده بيحصل برضه. هنرجع بس نقطه صغيره صن داونز قبل كولر، اللي هي الفتره بتاعت موسيماني، بطولتين افريقيا بتخسر بطولتين دوري. وانت عارف يا اسلام ده امر طبيعي جوه النادي الاهلي، ان انت عايز تاخد كل البطولات. مفيش حاجه بتغطي على حاجه يعني. مفيش تقول انا خدت دوري فمش مشكله افريقيا، ولا انا خدت افريقيا فمش مشكله دوري. لا انت عايز تاخد دوري انت. وهو راجل بيقول الكلام ده دلوقتي، بيقول انا بستغرب. هو الاول كان بالنسبه له يعني احنا لسه واخدين بطوله. ممكن هقول بقى هنا ثقافه مدرب عن مدرب يعني. ممكن كان موسيماني الراجل عمل اضافه وفي تاريخ النادي الاهلي ومدرب محترم جدا، وكان ما كانش في حد بيفكر ان ممكن مدرب من قاره افريقيا يبقى هو اللي موجود في النادي الاهلي، لكن عمل نجاحات في 2020 و2021، 2 بطولات افريقيا، 2 ثالث عالم، كان اضافه برضو للنادي الاهلي. لكن مهنول هنا ممكن شويه الثقافات تختلف، وكمان الطموح للافضل ممكن يكون هنا شويه مختلف. ان كولر ممكن حس بالجمهور اكتر عايز ايه، او فهم النادي بدري هو النادي عايز ايه. لا النادي عايز يطلع من بطوله عشان ياخد بطوله، مش عايز ياخد بطوله وبعدين يخش في فتره راحه. لا انا اخد بطوله عشان اخش في بطوله. انا ايه اللي جاي؟ انا النهارده الدوري انتهى، عندي كاس، يبقى انا هفكر في الكاس. عندي افريقيا، انا هفكر في افريقيا. زي ما انت اكيد هنتكلم على بدايه الدوري، والنهارده انت ازاي بتفكر بعد الموسم ده من اول بطوله هتشارك فيها كمان تقريبا 3 اسابيع 15 20 يوم يعني. فانت بتتكلم خلاص الموسم بالنسبه لك بدأ. انت لسه بتحتفل من يومين بانجاز الموسم اللي فات، وبعد 15 20 يوم هتلاقي نفسك داخل في بطوله جديده. فهو ده النادي الاهلي، وهو ده قدر النادي الاهلي، وهو ده الضغط اللي موجود على النادي الاهلي، وهي دي التحديات اللي موجوده على النادي الاهلي، اللي بيقدر كل مره انه يقدر ينجح في التحديات اللي هو بيتحط فيها. فدي برضو اختلاف، ان الراجل يفهم الكلام ده من بدري ويشتغل على الكلام ده من بدري. كل اللي الواحد بيتمناه ان انت في الفتره اللي جايه تحافظ على نفس التفكير، نفس الرغبه والحماس والطموح، ان انت عايز تكرر نفس الانجاز اللي حصل السنه دي. خليني ابدا معاك برضو من ورا شويه يا عماد، نرجع يعني شويه قدام وشويه ورا، نقعد نتكلم في كل هذه الامور من الاول كده. وانت او كيف بدات مفاوضات النادي الاهلي مع عماد النحاس؟ الله. من زمان جدا. اعتقد كنت في النصر السعودي. ما اتذكر. احنا هنرجع نقول كلام مثلا كان بالتحديد في 2004. كنت زمان بتلعب مع رونالدو دلوقتي. 2004 خلينا نقول كان فاضل في العقد 6 شهور. وهحكي طبعا هنا عن على نادي برضو عزيز جدا يعني عليا، واكيد برضو نفس الكلام عليك، لان واحد من الانديه اللي كان اضافه كبيره بالنسبه لي نادي الاسماعيلي. طبعا 5 سنين ونص، هنقول ان كنا مكملين لغايه 6 سنين ماشي من النادي وانا كابتن النادي الاسماعيلي. وكان شرف ليا طبعا ان انا اكون موجود في نادي كبير زي النادي الاسماعيلي. طبعا. فوز بالكاس في موسم 2000 والدوري 2002. وصلنا النقطه هقول ان فيها نهائي افريقيا مرتين، خلي بالك. طبعا خسارتين، ابطال الكؤوس ودوري او ابطال الدوري أنيمبا. او ابطال افريقيا دوري الابطال، انيمبا دوري الابطال، وابطال الكؤوس الشبيبه القبائل 2001 و2003.
خلاص يعني وصلنا لنقطه اختلاف في التجديد وان انت عايز تمشي او نجدد، وعشان تمشي ممكن تروح فين. فكان الاتفاق ان انا ممكن امشي اطلع بره مصر، دول الخليج، وده كان الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه، وبدانا بالفعل ندور على كده، وان انا هطلع مثلا النص موسم وسنه او سنه ونص، وبعدين ارجع على النادي تاني. وده ما كانش عندي فيه اي مشكله، وكان الاتفاق مع المهندس ابراهيم عثمان على هذا الكلام، كان في الوقت ده هو المسؤول وهو رئيس النادي. اختلفنا شويه بعد مباراه الاهلي والاسماعيلي في البطوله العربيه. المباراه دي فاز فيها النادي الاهلي على النادي الاسماعيلي 1-0، اللي جاب الجون كمان كان احمد السيد. بدانا من هنا نقطه اول المشاكل. مش عايز اقول بقى امور تسخين الناس عليك، وان انت عايز تمشي، وان ودخل النادي الاهلي في 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 طرف في الموضوع طبعا، وفي جمله مفيده ان انت عايز تمشي من هنا عشان تروح هنا، والكلام ده ما كانش مترتب له يعني. ودايما الحمد لله لغايه يومنا هذا الواحد يعني بطل من فتره كبيره، والموضوع ده عدى عليه النهارده، هنقول ان كمان سنة ان كمان 3 شهور هيبقى انت داخلين في 20 سنه يعني. بعيد نفس الكلام يعني، ما كانش مخطط ان انت تمشي من النادي الاسماعيلي عشان مهمة. تعمل كوبري عشان تيجي بيه على النادي الاهلي، لا. كان في اتفاق، والاتفاق ده النادي هو اللي ما تمش الاتفاق، حصل منه 50-50-50، ان النادي سافرت خد الفلوس وانا رحت للنصر السعودي اللي هي ال6 شهور اللي باقيه. ولما رجعت انا رجعت على الاسماعيليه، وفي ناس كبيره موجوده النهارده في الاسماعيليه تشهد بهذا الكلام، وزمايلي من الفرقه زي محمد فتحي، زي ايمن كمال، زي حمص، زي محسن ابو جريش، الناس اللي كانت موجوده، زي الله يرحمه طبعا كان ايمن رمضان الله يرحمه. لما نزلت طبعا انا كنت قاعد انا وهو في في, في 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 عماره واحده. لا الموضوع ما كانش مترتب غير لما بدات خلاص يعني، حسيت ان كان لازم تدور على ايه الجديد يعني. حاولت ان انا من خلال ان انت تبقى لعيب محترف وتكون موجود في الدوري السعودي، ان انت ممكن تروح الدوري الاماراتي، ممكن تروح الدوري القطري، لكن ما حصلش نصيب. لما نزلت انا ما انكرش ان كان في مفاوضات من النادي الاهلي، ما انكرش ان كان في مفاوضات من نادي الزمالك، ده كان امر طبيعي. انت في الوقت ده انت انا ما بحبش اطول ان انت افضل واحد في الوقت ده في مكانك، لا، انت في الوقت ده انت لعيب كويس، الناس بتتكلم عليك كويس، موجود مع منتخب مصر في كاس الامم 2004 مع كابتن محسن صالح، طبيعي ان انت يبقى عندك عروض، عقدك بينتهي، فاضل في عقدك 6 شهور، دخلت كمان في فتره السماحه اللي انت تقدر تمضي في شهر واحد. رغم كده انا استنيت لغايه نهايه الموسم ونهايه الاعاره بتاعتي وانا في نادي النصر، ولما رجعت اتفتح تاني المفاوضات مع النادي الاهلي، وكان الكلام طبعا مع في الوقت ده كان مع كابتن خطيب، وبعدين وجهني للمهندس عادل القيعي في لما رحت له البيت، وكان الاتفاق تقريبا منتهي شبه خلصان، كل الامور كانت تفاصيل العقد بكله كان الامور خلصانه، حصل التوقيع وربنا سبحانه وتعالى بقى يعني عوضك الحياه اللي انت خسرتها، اللي كان نفسك تضيفها لاسمك ولتاريخك وانت لعيب ومع النادي الاسماعيلي. بطوله افريقيا في 2003 2001 2003 وانت كابتن النادي، انت اللي هتشيل البطوله وانت اللي هتشيل الكاس دي، كانت بالنسبه لي كانت كسره كبيره. في خلال سنتين في 2005 كنا الحمد لله ابطال افريقيا، فالواحد حس ان ربنا سبحانه وتعالى عوضك اللي انت خسرته يعني كلعيب. الماتش بتاع ضربات الجزاء ده الجيش الملكي اعتقد الجيش صح، في واحده جيش وواحده نجم ساحلي، جيش 2006 نجم ساحلي 2007، الاثنين سوبر، اثنين سوبر، واحد سوبر في مصر وواحد في اثيوبيا صح. ده اثيوبيا ده كنا بنعتبره ماتش كان صعب قوي، صعب قوي، ما كناش قادرين نجري، وكان ولا احنا ولا نجم ساحلي، احنا الاثنين كنا بنكلم الحكم عشان خلص كفايه كده، لعبنا اكسترا تايم ومش قادرين، الفرقتين قالوا عايزين نلعب ضربات جزاء. ما ولو تفتكر كمان لما نزلوا بعد الشوط الثاني قبل ما نلعب اكسترا تايم عشان ياخدوا نفس اكسجين، ونزل وراهم تقريبا احمد عبده نزل الحكم، وده مش فير ومش عدل ان الناس تاخد اكسجين واحنا فوق بنموت. وكملنا الجيش الملكي، انا شوط الاولى ضربه الجزاء الاولى اللي هي اللي بتبان معانا الاثنين انتوا جايبينهم يعني النجم الساحلي، انا شايط الاخيره وما اعرفش التغيير بقى، هو كان مستر مانول هو كان بدماغه عماد هنا شوت خش يقول لك وفاكر في مره ضيعت في الدوري
وبعدين شوط تاني فجبت، وبعدين قال انا مش هحدد. بعدين ثلاثة وخلاص. وبعدين الاول كان بيحدد، قال لا خلاص انتوا يعني بتضغطوا لما بحدد ومش هحدد مين هيشوط ضربات الجزاء قبل المباراة، لما تيجي ضربة جزاء في المباراة شوفوا هتعملوا ايه. فانا كنت شاطر اتنين، مضيع واحدة وجايب واحدة. بعدين اتحسبت واحدة في الماتش الاسماعيلي، ماتش الاسماعيلي في كلية حربية 2-0. الماتش ده خلص 2-0. ضربة جزاء في الدقيقة مثلا 8 9 في اول المباراة. طبعا انت عارف العلاقة اللي بينه وبين فتحي، محمد فتحي. فانا داخل اولا هو مالش عمال اللي يشوط، هو بيعمل لك كده الحركة كده، وبعدين ويدير ظهره ويقول لك اعمل كده. فانا دخلتي طب ما انا لازم تبقى شايف يعني ازاي ده الراجل ده حافظ كل حاجه، انت هتشوط ازاي وهتعمل ايه كل حاجه. وسبحان الله توفيق ربنا ان انا ضربه الجزاء دي جبتها يعني. كانت من اصعب ضربات الجزاء اعتقد. طبعا انت بتشوط على حد حافظك، حافظ كل حاجه وعارف انت بتتصرف ازاي لا كان الموضوع بالنسبه لي صعب، صعب التفكير وانت رايح من بعد نص الملعب عشان توصل لل 18 عشان تقول ان انت اللي هتشوط ضربه الجزاء دي على حارس مرمى كبير طبعا كابتن محمد فتحي، حارس مرمى النادي الاسماعيلي ومدرب حراس المرمى اللي معايا في الجهاز الفني. صعب ان انت حد يعني حياتك كلها تقريبا مع شخصيه محترمه جدا كمان محمد ان انت فتحي، مش زميل ملعب بس. فهو حافظ دماغك وسبحان الله هو انا عارف هو هيعمل ايه، او هو اول تفكير بالنسبه له هيعمل ايه، هو انا عملت اللي انا متعود عليه وهو برضو عمل متعود عليه، فهو راح شمال وانا برضو حطيتها يمين ولا انا غيرت ولا هو غير. طيب من اصعب اعتقد او من اهم الماتشات اللي فاتتك في حياتك اعتقد ماتش الصفاقسي. طبعا كان عندك رجلك كان والمسامير كان الوقت شريحه ومسامير، وكنت لسه راجع الملعب في اخر حياه ثلاث اربع ايام في اخر حياه في التاهيل، لان انا بعد الصفاقس كاس عالم لعبت كاس عالم، ما لعبتش المباراه الاولى، بدات من المباراه الثانيه اللي هو انترناسيونال. لا طبعا مباراه صعبه، كان نفسك ان انت تبقى موجود، وكان فيها غيابات كتير، ما كانش انا بس كمان الغياب، كان موجود معايا احمد السيد ما كانش موجود، وشوي كان واخد الانذار الثاني، وبركات برضه نفس الكلام ما كانش موجود، جيلبرتو ما كانش موجود، لا كان فيها غيابات كتيره جدا يعني. لكن كان موجود شادي ووائل ومحمد صديق واسلام شاطر صح، عبد الله لعب الاول، عبد الله هو اللي بدا وكان شديد لعب الماتش كله. بعد كده التغييرات والتغييره اللي في نص الملعب بدانا بثلاثه اكوتي بدانا بثلاثه وحسن لان شو ما كانش موجود وكان تريكا ومتعب بعد كده طلع اكوتي ونزل فلافيو نزل فلافيو لعبنا باثنين رؤوس حرب. كان متعب اللي قاعد الاول كان بدا بفلافيو متاكد متعب متاكد انا كنت انا ومتعب اللي قاعدين وقال لك انا ومتعب وشيتوس قال لك الثلاثه دول يعني الثلاثه اللي هيقعدوا بيلعبوا دايما. ولو تفتكر برضو السيناريو من هنا حتى كان الكلام من اوضه اللبس واحد واحد بعد المباراه الاولى هنا لما الناس احتفلت اعتقد دي من اهم مميزات جوزيه اللي هو عمله ما بعد مباراه التعادل. حط لك الدوافع من اول يوم والتحفيز من اول يوم، وقال لك الناس احتفلوا هنا في ملعبنا وده صح مش صح، ولسه عندنا 45 دقيقه، عندنا شوط تاني هناك 90 دقيقه هنروح نكسبهم في ملعبهم. ويمكن سبحان الله يعني السيناريو ودي من الحياة السابقه اللي كنت بكلمك فيها للمدرب، التوفيق وعدم التوفيق، ان انت بتقول السيناريو اللي هيتعمل من 15 يوم وبتحفظ لعيبتك السيناريو من 15 يوم، وان انت تلعب بثلاثه في نص الملعب، وبعدين الشوط الثاني هتغير، وبعدين هبتدي براس حربه واحد، لا بعدين في الشوط الثاني هيبقى عندي اثنين راس حربه، بعدين هلعب باربعه بدل خمسه، وبعدين هلعب الامور كلها متغيره، ومين اللي يقعد، وكان عندك ناقص لعيبه، وعبد الله زي ما انت بتقول هو اللي يبتدي، وبعدين يبقى عنده عنصر خبرات بعد كده، يبقى اسلام هو اللي موجود، مين يقدر يستحمل نهايه المباراه، مين ياخد اول المباراه، حاجات لما بتتوفى فيها وتبقى كويسه بتحس ان فعلا سبحان الله توفى فيها سبحان الله 100% طبعا يعني ده ما فيش واحده وحتى جلت وتويت الجون وان ما يجيش فيه الجون برضو. وكان دايما جوزيه وتريكا تحس ان هم ثنائي، جوزيه وتريكا وبركات ثلاثي وجمعه رباعي وعماد خماسي وشادي ثلاثي. لا لا الراجل هو كان مع كل حد كده لازم يبقى ليه، يعني هو ليه مع اسلام مواقف طبعا وليه حركه، هو اسلام يبقى حافظ
خلاص عملني كده فانا خلاص انا هبتدي، عملني كده فانا خلاص انا قاعد. هو نفس الكلام لعماد ونفس الكلام لبركات، ما كانش في حد مش عارف التعامل هيبقى منين. ودي كانت ميزه. وصراحه يعني انت الراجل كان عنده حاجه كده مشهور دايما بيها، اول ما يقعد يتكلم يقول لك انا وش واحد، انا ليه اغير وشي؟ ولكن كان يعني دايما في عز مثلا ما كنت تلاقي ابو تريكه ده مكسر الدنيا ده مقعده برضه، كان بيعمل الحاجات مع بركات يقول له لا اوت بس برضه كان عم ميزه ان هو هيتكلم مع اسلام ممكن يتكلم في المكتب، فكان كام واحد هم اللي بيخشوا المكتب، وفي ناس لا الكلام قدام اللعيبه صح، وفي ناس لا التمرين هيبتدي والكلام هيبقى واحنا قاعدين على الدكه مثلا. يعني هو قاعد على الدكه بره التمرين اشتغل وهيتكلم مع اسلام مثلا، وكان في لعيبه لا المكتب عشان ياخد وقته وبعيد عن وبعيد عن ولو الصوت عالي شويه ولو مش عارف وبعدين اللعيب ينزل مبسوط. يعني انت اكيد يعني جوه ما كانش فيه حفله عيد ميلاد صحيح، اكيد جوه كان فيه دش سخن وكان فيه انت عندك اخطاء واحد اتنين تلاته وان انت لازم تتظبط في كذا كذا كذا، بس انت عشان شخصيتك لو انا كلمتك قدام اللعيبه ودي من الحياة اسلام اللي الواحد خدها ان هي ذكاء جدا من مانول بس احنا بقى كلعيبه او حاليا كلعيب لما تيجي انا كمدرب هعمل كده كام لعيب هيفهم وكم لعيب مش هيفهم؟ هي دي برضو مشكله. يعني انا بقول هي ميزه عند المدرب بس فهمها عند اللعيب يمكن كانت اللعيبه في الوقت ده تقدر تفهم اللي تفهم الكلام عايزه. ده أوكي. هو عارف ان شخصيه عماد لو اتكلم معاه او شخصيه اسلام لو هيتكلم معاه قدام اللعيبه هو مش عايز يهز شخصيته قدام اللعيبه صح، فانا هكلمه متداري شويه، انا هعنفه بس في المكتب من غير ما حد يشوفه، بدليل ان اللي بينزل الملعب بعد الكلام هو حد تاني خالص. يعني خالص. انت طبعا حتى في تمرينه قبل الدش غير بعد الدش طبعًا. الموضوع مختلف يعني، لكن ما كانش كل الناس يعني كان في ناس لا لازم الدش ده من الناس على المسرح ده بالفرقه طبعا لازم تطلع انت لا تركب بس كان كله طلع المسرح الفترة. ما كانش واحد ما طلعش كانش في حد بيتكسف يعني احنا فينا كان انا بشوف ان كان ميزه في الجيل بتاعنا نسبه الرجوله كانت اعلى، خلي بالك او مش عشان ما حدش يفهم بس كان نسبه ان انت تشيل مسؤوليه اعلى كانت اعلى، بس خلي بالك هي انا متخيل ان الفتره دي ليه، لانه تقريبا الجيل ده اللي هو دلوقتي من اول 45 46 لغايه 48 49 الجيل ده كله كان بيلعب منتخبات، معظم الناس دي منتخبات من واحنا صغيرين واتحط في ضغوط كتير والعدد زي ما قلت لك في البدايه المجموعه المميزه كتير صح. يعني انت عندك في كل مركز انت ما بتشيلش هم ما بتقولش ان انا عندي مين هيلعب ومين مش هيلعب مين مصاب مين مش مصاب لا صحيح. اسلام غاب ما فيش مشكله في الباك رايت، عماد غاب ما فيش مشكله وخدنا بطوله افريقيا، شاوي غاب ما انت خدت بطوله افريقيا، بركات غاب في كاس العالم للانديه 2006 خدنا ثالث العالم، لكن برضو انت بتقول لا المشكله عند المدرب ان كل دول في وقت واحد يبقوا موجودين، انت بقى تبدا ايه لا اسلام لا خلاص انا ابدا كده ايه انا كده انا اسلام لا طب ما انا ممكن طب انا هاجم فانا ممكن العب بركات احنا بنتكلم علينا احنا كده بس عشان الناس تبقى يعني معانا عشان ما نتكلمش على حد مش موجود يعني يبقى الكلام اللي هو ايه طب قول الو الو نعلي صوت الو ايوه الو مساء الخير يا نجم الو مساء الفل يا اسلام ازيك يا حبيبي ده جمعه ازيك يا عم مصر وحشنا هو في حد هيدي جامد غيرك يا عمده ازيك يا عمده عامل ايه انت بعد الشعر بقيت اجمد حد فينا خلاص تحس ان هو صغر مش كبر حبيبي وائل عامل ايه ازيك يا اسلام عامل ايه ازيك يا جمعه الله يسلمك يا اسلام عامل ايه والله بنستمتع بيك يعني لما بتوحشنا بنتفرج عليك في التلفزيون بصراحه ايوه طبعا وانتوا نفس الكلام برضه يا اسلام والله ايوه يعني انت قاعد دلوقتي مستمتع يا وائل يعني انت قاعد دلوقتي مستمتع بينا صح؟ طبعا حبيبي يا وائل طبعا ما هو ده عايش برضه ياما بطل لعيبه وياما مشى لعيبه وياما قعد لعيبه وياما وقف لعيبه 50 باك رايت بس ها؟ 50 باك رايت بس خلاص بقى الناس نسيت يا اسلام الكلام ده الناس نسيت لا ما احنا بنحب نفكر الناس احنا ما عندناش لازم نفكر الناس ما عندناش حد تاني زيك بصراحة حبيبي احنا لو عندنا حد تاني زيك يا جمعة ما كان زمان كل الباكات الرايت زي كان زمان اسلام لسه بيلعب يا وائل احنا عملناك مدرب يا عمدة عشان تطلع اللي زينا بقى
احاول. ماشي ماشي كده انا يعني خلاص. بص انا كده في حته تانيه خالص. رجعتني بقى لايام زمان، انا هسكت اوائل خلاص. الجمعه انت ايه رايك في عماد النحاس كمدرب؟ يعني من وقت 19 سنين يعني وتجربه تدريبيه، يعني ايه رايك؟ يعني ان شاء الله اسلام، يعني عماد مشروع مدرب كويس، لان عماد يمتلك كل الصفات والمواصفات اللي تخليه واحد من احسن المدربين ان شاء الله في المستقبل. يعني التدريب عباره عن خبرات، وعماد يعني اختصر جزء كبير جدا بالخبرات اللي عنده كلاعب، ورؤيته دايما لما كان في الملعب يا اسلام تعرف كلها افكار، يعني فاهم؟ فالافكار دي هي اللي بتصنع المدربين. فعماد، وبعدين عماد ذكي في الملعب كمان، فعنده كل المواصفات اللي تخليه مدرب كويس جدا، بس برضه محتاج بقى الشغل ومحتاج التدريب والممارسه العمليه والوقف على الخط. وعماد الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت اكثر من فريق اشتغل فيه واكتسب فيه خبرات كبيره، ان شاء الله ربنا يوفقه في فريق يساعده، لان النقطه دي مهمه جدا يا اسلام. صح. ان انت كمدرب تلاقي الفريق اللي يساعدك ويبقى وانت واثق فيه وهو واثق فيك، ويوفر لك الامكانيات اللي تخليك في المكان المطلوب بالظبط. انما انا ما عنديش شك في ان عماد هيبقى واحد من احسن المدربين اللي موجودين في مصر ان شاء الله. الله يكرمك يا تسلم. اولا طمنا على ابو تريكه، اخباره ايه؟ كويس الحمد لله كويس. سلم لنا عليه والنبي، عشان احنا النهارده عمالين نجيب في سيره الناس كلها، ابو تريكه على جمعه على بركات، ما سبناش على حد وقال. سبناش حد لسه يعني، بس انت عارف كله الحمد لله، يعني كله من غير تقطيع يعني. لسه كله كلام كويس بس يعني. اهم حاجه اكيد طبعا، اكيد طبعا بتجيبوا سيره الحاجات الحلوه، الحاجات الوحشه اللي الناس ما تعرفهاش عننا. لا يا ما فيش حاجه وحشه طبعا. جمعه وانت عندك حاجه وحشه؟ انت هتعمل حاجه وحشه؟ انت كنت بتنام الساعه 9 ده 9 دي كنا لسه بنقول بسم الله. بركات كان بيشوه سمعتنا دايما في كل حته يا عماد، ولما كنت تشوفوه يطلع في البرامج والحاجات اللي كان بيطلع فيها مذيع دي، يقعد يقول لك والناس ما تعرفش حاجه عنكم، انتوا بتعملوا حاجات في السر والناس مش عارف ايه، فكان بيشوه سمعتنا دايما. لا هو كان بيشوه سمعه ناس معينه، لكن انت لا، ما انت احنا عارفين انت وابو طريق بتناموا من الساعه 9 10 بالكتير قوي، تلاقي عينيك بتحمر. يا جمعه لازم يا راجل لازم الناس تعرف، مش الكورة بس. يعني لازم الناس تعرف الكورة والكواليس اللي كانت حوالين الكورة. انت عارف مش كان في كواليس ولا ما كانش في كواليس؟ انت عارف يا عماد ان الأهم فعلا للناس هي الكواليس. يعني انت الأوضة فاكر الأوضة كان رقمها كام في الأوتيل؟ أنا فاكر إن 503. لا خلينا في موسم 2004 2005. كان جمعة وتركة في الأوضة؟ تصلي العشاء وخلاص واليوم خلص. الناس يا عماد دايما وفي ناس بسم الله ما شاء الناس دايما بتركز في اللي بتشوفه في الملعب بس. انما احنا الميزة بصراحة بتاعتنا كان التركيز بيبقى بره الملعب أكتر. مظبوط. اليوم بتاعك 24 ساعة، كنا بنلعب في مباراة مثلا أو في التمرين ساعتين، وال 22 ساعة التانيين لو أنت عايش كويس ومركز مظبوط هتلاقي مأثر عليك كبير جدا. فدي نقطة يعني لابد، لو زي ما عماد بيقول، على الاجيال اللي جايه والناس اللي جايه والناس اللي موجوده حتى ان هي تستفيد من الكلام ده. صح. دي نقطه مهمه جدا لابد من الاهتمام بيها يعني. صح. وانا بتكلم مع اسلام في بدايه الكلام قلت له ان كان كل واحد في الجيل بتاعنا كان يقدر يتبنى عليه فريق لوحده. طبعا طبعا. ودي نقطه، دي نقطه يعني الناس اللي مش قريبه مننا يا عماد ما يعرفوش ان المجموعه دي كانت سهله وصعبه. صح. صعبه ان انت تسيطر عليها وتطلع احسن حاجه منها، وسهله في ادارتها لما انت توصل لكل حاجه عندهم. وده كان نجاح مستر مانو لواي كبيره يعني على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب. صح. وده يمكن انا كنت بقول لاسلام، هي دي كان النجاح مستر مانو مع المجموعه دي. مع كميه اللعيبه، هنقول بقى دلوقتي النجوم اللي كانت موجوده في الوقت ده، في كل واحد في مكانه، ما كانش فيه حد مثلا هيغيب. كلنا غبنا وكلنا لعبنا. وكنت بقول لك ان احنا واحنا موجودين كانت تبقى مشكله كبيره للمدير الفني، ولما كان حد بيغيب لا اللي موجود برضو كان بيأدي بنفس الكفاءه بنفس. مظبوط. وخلي بالك ده دلوقتي
يعني انت بص، وائل جمعه في مكانه راح مسك منتخب مصر ومسك مظبوط النادي الاهلي ومسك منتخب مصر، في بين سبورتس بيعمل ايه، انت طبعا في مكانك بتعمل ايه، بركات في مكانه في اتحاد الكوره او كمذيع شويه، ابو تريكه، كل الناس تقريبا كل بس هو واحد في اسلام، هو بركات لما يكون مكانك كمذيع، مش معلش احنا بص اصحاب قد ايه وعشره عمر قد ايه، لكن انت عارف ان هو مختلف. لا طبعا طبعا طبعا، يعني ده هو مش النضاره اللي هو ما بتلبسها دي. عندوش مشكله ان هو وائل يطلع سر مثلا من 20 30 سنه عادي، صح؟ ما عندوش اي مشكله، بس بطريقته هو، يعني مش وباسلوبه ان هو واسلوبه هو، مش اللي بس اللي ايه للناس هو تبقى، كل واحد فعلا، كل واحد فعلا عماد الناس تبقى عارفه ان كلامي هو، واسلوب الناس وليه واخده طريقه. انطباع دايما وائل على بركات ان هو ايه، انا بشوف ان ان بركات هو من بيهزر افضل كتير و... من افضل اللعيبه اللي جه في يعني في الجيل بتاعنا، طبعا واحد من افضل اللعيبه اللي كان موجود طبعا. معانا في الجيل بتاعنا، وواحد من لا اخف انا رايي بركات دم كمان من برضه في الجيل بتاعنا، اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر يا عماد، يعني وانا بقول لك هو مش واحد برضه من بتتكلم. الناس اللي دمها خفيف في الجيل بتاعنا برضه. هو لو تفتكر ماتشات اهلي وزمالك واحنا نازلين، انت تركيزك عامل ازاي، اسلام بيبقى تركيزه عامل ازاي، عماد يبقى تركيزه عامل ازاي، وشوف انت بركات كان بيعمل ايه، صح، صح؟ كل واحد وتركيزه كان ليه، وطريقته. هو كان ليه طريقة وكان ليه أسلوب هو يمشي يعني متميز فيها. يغني ويهزر وانت ماشي متنشن ومركز، وهتعمل ايه، وراس الحربة ده ممكن يشتغل ازاي، وده ممكن يعمل ايه، لكن هي بتختلف. ما انا ده اللي انا بقوله لك عماد، بس ان لكن شخصيات تنزل مختلفة، الملعب، تنزل شخصيات الملعب مختلفة، كل اكتر واحد حد بشخصية ملتزم في وبطريقة الملعب. اسمعني، معينة، وده صعب جدا ان انت تفهمه وتوصله. صح، حقيقي. هو كان جيل التعامل معاه سهل وصعب، سهل جدا ان انت تسيطر عليه وتوصل لكل واحد، لدماغ كل واحد فيه، وصعب جدا ان انت تعمل المعادله دي، ان انت معاك كميه اسماء وكميه لعيبه كل واحد فيهم شايف ان هو احسن واحد في الدنيا في مكانه. صحيح صحيح. جمعة بكرة إن شاء الله النادي الأهلي هيسافر للنمسا عشان يبدأ معسكره. شايف بعد السنة اللي فاتت وما حدث السنة اللي فاتت من فوز النادي الأهلي بخمس بطولات اللي اشترك فيهم، الموسم اللي جاي هيبقى عامل إزاي؟ إيه اللي ينقص النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة؟ أهم الإيجابيات اللي ممكن تشوفها الفترة اللي جاية. الموسم اللي فات بتقول خدنا خمس بطولات يا اسلام، لا آه. الموسم اللي جاي عندنا ست بطولات ان شاء الله. لو هم ست بطولات مطلوب منك تاخد ست بطولات، واللي فات ده بقى ماضي وبقى تاريخ، واحنا الحمد لله يعني كل اللي بيلبس الفانيلا الحمراء عارف الشعار بتاعك اللي هو بكره يوم جديد، فاهم؟ فبكره يوم جديد ده معناه ان انت اللي فات ده مش هتعيش عليه. تشتغل وبتتعب وبتتمرن وبتجهز نفسك، لان انت عندك كل يوم بالنسبه لك تحدي، كل يوم في النادي الاهلي هو تحدي لكل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. يعني الحمد لله المدرب اللي موجود راجل كويس جدا وبيتعامل بشكل كويس جدا مع الفريق ومع اللعيبه ومع تحضير اللعيبه، وقدر ان هو في فتره بسيطه يوصل لدماغ اللعيبه وللي يعرف اللي النادي محتاجه. فان شاء الله يعني مع الاضافات اللي حصلت للفريق السنه دي، لاعب المغربي رضا سليم يعني لاعب واعد جدا، وان شاء الله يبقى اضافه كويسه. ما زالت بس نقطه راس الحربه، النادي الاهلي محتاج راس حربه يعني على اسمه وقيمه ومكانه النادي الاهلي، حاجه بتنقصنا دلوقتي، انما بقيه المراكز كلها الحمد لله فيها وفره طيب، كويسه من اللعيبه بما انك وقادرين. بتتكلم عن راس الحربه، معلش يا وائل ده مهم جدا، لو عايز تقول لي مميزات او من وجهه نظرك المميزات اللي تبقى موجوده في راس الحربه للنادي الاهلي لو هيجيبه. يعني انا دايما النموذج بتاعي يا اسلام عماد متعب وفلافي، عايز فيرويد بقيمه الاثنين دول كلاعب كوره عنده القدرة على المشاركة في اللعب الجماعي للجزء الأخير للفريق، وعماد فاهم. أنا مظبوط، عماد دلوقتي مش مدرب كويس، وأنا فاهم، أنا قصدي عايز لاعب يعرف يتدخل في اللعب، يبقى تارجت مان، اللي هو لاعب محطة كويسة للفريق، يعرف يلعب مع زمايله والأجنحة والناس اللي بتيجي من نص الملعب، وراجل عنده قدرات تهديفية عالية يعرف يجيب في منطقة الجزاء.
فده نموذج بالنسبه لنا اللي احنا محتاجينه وبندور عليه بقى لنا فتره طويله قدام. يعني يجي لك فتره يبقى عندك مهاجم متحرك يلعب داخل منطقه الجزاء بس، ويجي لك بعد كده فتره مهاجم يلعب خارج منطقه الجزاء بس ما يعرفش يجيب جول. فاحنا بندور على ده، والنادي الاهلي يقدر الحمد لله عندنا امكانيات ماديه دلوقتي احسن من كل الفرق اللي موجوده في افريقيا، نقدر نتعاقد مع احسن لاعب. واي لاعب النادي الاهلي هو اللي بيضيف له، مش النادي الاهلي اللي مش هو اللي هيضيف للنادي الاهلي. طبعا طبعا. فاحنا النادي الاهلي مغري لاي لاعب ان هو لو اتكلم معاه يقدر يتعاقد معايا. جمعه، ايه رايك في الطفره اللي بتحصل في المملكه العربيه السعوديه من يعني ارقام كبيره جدا جدا ومع ذلك اسماء لاعبين كان من الصعب ان احنا نسمع ان هم موجودين في المنطقه العربيه؟ الكره بقت بيزنس واستثمار يا اسلام، وهم بيتعاملوا بالنقطه دي دلوقتي، عندهم الماده موجوده، الاموال موجوده، بدا يشتغل بشكل احترافي منظم جدا وبشكل فيه تحضير كويس جدا جدا. فالاساس في الموضوع هو الفكر الاحترافي الاستثماري، ودي نقطة مهمة جدا. طالما أنت عندك الأساس وهو المادة فتقدر تتعاقد مع أي لاعب أنت عايزه في الدنيا. شوف البداية كانت مع كريستيانو رونالدو اللي هو واحد من أحسن 2 لاعبين في العالم لمدة 15 سنة اللي فاتوا أو أكتر كمان. فهي دي ده الأساس اللي اتبنى عليه يعني. والسعودية دولة كبيرة ودولة يعني في المنطقة طبعا كبيرة جدا، ليها قدر وليها مكانة، فمش غريب ان هي يعني تنفذ الفكر اللي هم عايزين يوصلوا بيه خلال رؤيه معينه في السنين اللي جايه، انه يبقى في الدوري السعودي ليه اسم وليه تواجد عالمي مش في المنطقه بتاعتنا بس. مع ان صلاح يروح اتحاد جده ولا يكمل مشواره في ليفربول؟ والله انا يعني صلاح اسلام في مرحله دلوقتي يعني داخل على مرحلة التخليد في ليفربول. مرحلة ايه يا وائل معلش؟ بقى أفضل من رموز عمل التاريخ في ليفربول، وأنت عارف طبعا تمجيد الإنجليز للاعبين اللي عندهم والشخصيات اللي عندهم، فصلاح وصل لمرحلة كبيرة جدا، القرار صعب جدا بالنسبة له، ولكن أنا أتمنى له التوفيق في أي حتة. صلاح بصراحة مخلص ويعني متفاني في شغله جدا سواء مع النادي او مع المنتخب، وبنتمنى له كلنا التوفيق وانه يختار القرار اللي هو شايفه صح لمصلحته ولمستقبله ولحياته، لانه هو اسعدنا كمصريين زي ما انت عارف. صلاح يعني انا بالنسبه لي صلاح افضل سفير لمصر جه في كره القدم كلاعب محترف بره الكوره. وصل معاني ممتازه ومعاني جميله جدا عن مصر وعن كل حاجه حلوه بتمثلنا حتى كعرب يا اسلام. صحيح. فيعني كل التوفيق ليه في اي قرار هياخده، سواء في السعوديه هتبقى فرحه كبيره بالنسبه لنا طبعا انه يتواجد في المنطقه العربيه بالجمهور المصري اللي هيبقى متواجد هناك واسم كبير، ولو استمر في ليفربول برضه ده تاريخ كمان بيكتبه صلاح وبيحقق ارقام كل يوم زي ما انت شايف بيسجل اهداف ويكتب تاريخ جديد لنفسه ولنا كمواطن مصري، عمل حاجه اسطوريه بصراحه ما اعتقدش ان هي حد هيكررها تاني. حقيقي. جمعه اخيرا، متفائل النادي الاهلي في هذا الموسم الصعب جدا 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 والمضغوط جدا جدا جدا؟ ان شاء الله، زي ما احنا دايما الاهلي معلمنا التفاؤل ومعلمنا ان يعني معودنا على الفرحه، فيعني كلنا ورا النادي الاهلي وان شاء الله دايما هو البسمه اللي في حياتنا وبيفرحنا دايما. اليوم اللي النادي الاهلي بيلعب فيه بيبقى يوم عيد بالنسبه لنا وفرحه، كلنا بننتظر المباراه بتاعت الاهلي عشان نستمتع بالاهلي. فيعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في الموسم ده، وموسم هيبقى فيه تحديات كبيره، يعني البقاء يعني المحافظه على القمه بيبقى صعب جدا يا اسلام، وانت وصلت للقمه الموسم اللي فات، بالاضافه ان هيبقى عندك تحديات، كل الفرق بتبقى عايزه تنول دايما من البطل، فكل التوفيق ان شاء الله للاهلي الموسم اللي جاي. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، وعماد لو عايز برضه. طبعا انا اللي سعيد والله بالمكالمه بتاعتكم، وسعيد ان سمعت صوت عماد حبيبي، وبقالك فتره طويله طبعا جدا ما شفتوش يعني، ف
ربنا يوفقه ان شاء الله في التدريب باذن الله، الله يكرمك ونشوفه فرقه كبيره قريب ان شاء الله. حبيبي احنا بنشكرك على تواجدك معانا يا نجم، شكرا جزيلا النجم الكبير حبيبي كابتن وائل جمعه. الحقيقه واحد من اقرب الناس لقلوبنا وكل الجيل ده الحقيقه، والقلوب القلوب كل الاهلاويه الحقيقه، عماد جمعه وشادي واحمد السيد و كل المجموعه الحقيقه اللي موجوده. مش عايز بس اقول الاسماء كلها عشان ما انساش حد، لكن ان كله بيزعل، لكن الحقيقه كلهم من اقرب الناس الى قلوب كل الاهلاويه. وجمعه الحقيقه ودائما ما يكون حائط صد للنادي الاهلي في كل البطولات السابقه. خليني اسمع منك رايك فيما يخص موضوع اللي بيحصل في المملكه العربيه السعوديه. يمكن وائل يتكلم في يعني حاجه مهمه جدا طبعا، الرؤيه اللي موجوده في 2030 ان يبقى الدوري السعودي من اقوى الدوريات في العالم. مظبوط. عشان تكون الاقوى فلازم يبقى عندك اللعيبه الافضل، وعشان يبقى عندك اللعيبه الافضل لازم يبقى عندك استقطابات للعيبه تقبل تبقى موجوده في دوري غير الدوريات الاوروبيه. الجزء المادي كان ليه عامل اساسي وعامل قوي جدا. الناس كانت فاكره ان كريستيانو خلاص يعني بينهي حياته وعايز يزود على الملايين اللي عنده، يحط ملايين كمان مليارات فعايز يزود شويه كمان. لا، النهارده بتجيب بتتعاقد مش مع اي حد، مش لعيبه كبيره، هي داخله على سن التبطيل، فكان بياخد في نادي 10 مليون فهنا هيروح ياخد 30 40 مليون. لا، الموضوع مش كده. لا، ده النهارده بتتعامل لعيبه صغيره ولعيبه كبيره، وعندك هدف عايز توصل له، وده شيء المفروض احنا كعربي شيء يسعدنا برضه طبعا، ان يبقى عندك في المنطقه دوري قوي، دوري عربي بنكهه اوروبيه، عندك كل اللعيبه النهارده بقت قريبه منك. كريستيانو مين كان يتخيل ان كريستيانو يبقى موجود في دوري عربي غير ماني؟ نفس الكلام، نيمار كمان نفس الكلام، فيرمينيو نفس الكلام، كريم بنزيما نفس كل اللعيبه اللي موجوده بالاسماء، لعيبه انت تلعبهم بلاي ستيشن بس المفروض. النهارده لا، موجودين قدامك. لا طبعا استمتاع يعني من احلى الحاجات، احلى كوميكس اللي الواحد سباحة قال لك بوظوا البلاي ستيشن، يعني لانه انت دايما بتلعب بمثلا بليفربول بكذا بكذا، دلوقتي ما يعني ما بتلعبش بالانديه العربيه يعني. لا هو طب وليه؟ لا، انت البلاي ستيشن هيحط اسماء اللعيبه في طبعًا الانديه العربيه، ودي طبعا دي حاجه. ثانيا برضو جزء استثماري كبير جدا، لما توصل للهدف اللي انت عايزه، والواحد بيتمنى كمان ان المشروع ان شاء الله يعني يكمل ونشوف فعلا دوري قوي، لعيبه اوروبيه. النهارده نادي الزمالك لما لعب في البطوله العربيه انت بتلعب ضد كريستيانو رونالدو برضو، زائد المجموعه اللي موجوده من اللعيبه، بروزوفيتش راجل من الدوري الايطالي ولعيب منتخب. لا صح. انت فالموضوع انا اشوف ان الاستمراريه هي اللي هتلاقي دوري قوي هيجذب كل الناس ان هي تتفرج عليه. تدعمات النهارده بقى خلينا نروح للتدعيمات السنه دي للنادي الاهلي، بما اننا بنتكلم على تدعيمات هنا السعودية. فنروح لتدعيمات النادي الاهلي. تدعيمات النادي الاهلي حتى الان هي تدعيمات قليله ولكنها هادفه. برضو انت مش بالكم يعني. حافظت طبعا، انت حافظت على المجموعه اللي عندك، دورت على الاماكن اللي ممكن انت محتاج فيها دعم، وزي ما كنا نتكلم وائل والفتره اللي فاتت، هو الحوار اللي موجود اكتر في النادي الاهلي هو فكره راس الحربه. صحيح. ان انت ازاي تجمع فلافيو مع متعب في جمله واحده، ان يبقى انت عندك لعيب يعرف يشتغل مع اللعيبه بره ال 18 ويقدر يتعامل جوه ال 18، ان هو يترجم تعب زمايله ان هو يبقى احراز اهداف. فلافيو في سنه كان هداف الدوري، تاني سنه كان متعب، او متعب كان هداف الدوري، بعد تاني سنه كان فلافيو، كان دايما تلاقي هداف الدوري من النادي الاهلي، او كان في فترات لما كان يغيب الهداف تبقى عارف ان انت عندك مشكله، او توزيع الاهداف كان على كل اللعيبه يعني. انت عملت اضافه لجناح رضا سليم، لعيب كويس جدا. كل الاخبار اللي جايه من المغرب، يمكن انا سمعت قريب كابتن طارق مصطفى بيتكلم عليه، هو مدرب في الدوري المغربي، فيتكلم عليه كويس جدا. وطارق من المدربين كويسين جدا ونفس بالمناسبه. اكيد نفس الكلام لامام عاشور، وامام ظاهر لكل الناس، سواء كان في نادي في ميتلاند او هنا في نادي الزمالك او في منتخب مصر، نفس الكلام برضو. صحيح. اضافه قويه لنص الملعب. انا بقول ان احنا ممكن افتقدنا شويه لحمدي فتحي،
لكن برضو مروان عطية إضافة كبيرة في شهر واحد من نادي الاتحاد. عودة برضو صلاح محسن، كريم نيدفيد. كريم أنا بشوف كريم من طبعا أكيد من الناس، مش عايز أقول بقى من الولاد اللي كان معانا متربي جوه النادي لا خلاص الأهلي. كده يعني. لا لا كريم بشوف من اللعيبه اللي كان عنده يعني جزء من الحظوظ اللي هي اسلام، اللي هي يعني مش محظوظ بالحظوظ الكافيه اللي هي كان يبقى موجود في النادي في الوقت اللي كان فيه كويس. جت أيوة. الاصابه اخرته شويه، وبعدين دلوقتي ان شاء الله رجوع السنه دي يقدر يخليه عنده ثقه اكتر، ولو خد ثقه كمان ثقه الجهاز الفني او ادوله ثقه للجهاز الفني اظن احنا نكسب كمان لعيب مهم في نص الملعب، حتى كمان توظيف اللعيبه. وانا يمكن الكلام ده يعني اتكلمت فيه اكتر من مره، تغيير مش هقول تغيير طريقه اللعب. دايما الناس متعوده النادي الاهلي في الجزء الهجومي 4-2-3-1. النادي الاهلي مع مستر كولر لا 4-3-3 بوجبات للناس اللي في نص الملعب، مين بيهاجم مين. شفنا حمدي فتحي يدخلوا جوه ال 18 احرزوا الاهداف، تطور في اداء ديانج، في نفس الكلام لمروان عطيه في نص الملعب، لأطراف الملعب حسين الشحات لبيرسيتاو ما كانش برضو بالتوهج ده في السنة اللي فاتت. حسين رجع تاني مش هقول لمستواه، لا لأفضل كمان من صحيح. المستويات اللي كان بيقدمها، برضو وجود كهربا. لكن انت الجزء اللي هو الأمامي ده، الجزء اللي هو اللي انت بتقول انا محتاج فيه راس حربة، يعني لما ما كانش موجود راس حربة كنت بتقدر توظف كهربا. كهربا اصلا جناح او طرف ملعب، لما هيلعب راس حربة ممكن يكون بيأديها لك احراز اهداف، لكن برضو محتاج ان انت يبقى عندك راس حرب. لكن انت عايز معلش صلاح صلاح خلينا محسن على صلاح الاول. برضو نفس الكلام، برضو من الناس اللي ممكن يلعب جناح وممكن هيلعب راس حربة زي شريف لما كان موجود، خاصه كمان انت حسام حسن خلاص انت سبت مش حسام حسن وشادي حسين واخيرا كمان شريف. شريف فانت رجعت صلاح، لكن برضو صلاح مش هقول ان هو المهاجم اللي احنا بنتكلم فيه في المواصفات الكبيره دي، لكن هو خليط ما بين جناح، وان انا لو المكان ده فاضي وانت عايز تستعين بيه بصلاح هتقدر، لكن برضو انت محتاج مع ضغط الماتشات اسلام والبطولات اللي عليك، لا انت محتاج في المكان المواصفات ده. بقى عماد يعني هو انا دلوقتي وائل قال لي من الواضح ان وائل جمعه عايز راس حربه بمواصفات ثابته اللي هو راس حربه تارجت. احنا عندنا في رؤوس الحربة انت بتقول حاجتين، يا اما الراجل هيلعب جوه الصندوق بس، او راجل هيناسب مستر كولر ان هو يقدر يلعب بره الصندوق جوه الصندوق. انت في المشاركه مع زمايلك في والفرق بتبني زي ما بنشوف لعيبه كبيره وانديه كبيره، راس الحربه مش دوره هالاند امتى ينزل يشتغل مع لعيبه نص الملعب وامتى خلاص هو مركز. بس تغيير برضه يعني هالاند مثلا في مانشستر سيتي تغييره كبيره جدا من راس حربه اللي قبله انا مش فاكر لا كان من اجويرو، لا من فكره مدرب ما عندوش رقم 9 اصلا. يعني جواردولا في سياسته ما كانش عنده رقم 9 صح، لكن هالاند ما ينفعش حد يسيبه او ما ينفعش الراجل ده ما يتعملوش. بس ده تغيير فكر، ده قصدي مدرب. وده خلينا ده هنخش بقى على جزء المدربين، ده مدرب بيحدث من نفسه دايما يعني. ده راجل شويه بيحاول ان هو يسبق دايما الناس يعني، وبيغير دايما من الافكار يعني. لكن احنا بنقول احنا بنتكلم على احتياجات النادي الاهلي، وهو قال حاجه كويسه جدا يعني النادي الاهلي هو اللي اضافه لاي لعيب هيبقى موجود. طب المواصفات اللي احنا بنتكلم عليها ازاي اللعيب يقدر يجمع عليه اللعب، ازاي تقدر تطلع عليه كمحطه، ازاي يقدر يساعدك ان الكره ما تروحش لراس الحربه وبعدين انت بتفقد الكره بسهوله. ده المواصفات دي موجوده في لعيب؟ موجوده في لعيب، زائد ان هو اساسا عشان راس حربه فبيعرف يجيب اجوان، عنده القدره التهديفيه عاليه. يعني نسبة احراز الاهداف لما تحط له نسبة توقع لاحراز الاهداف ما ينفعش تبقى 2 من 10، لكن تبقى تقدر تقول 8 من 10، 9 من 10، ليه لا مش 10 من 10. ان 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 كل ما نسبة التهديف بالنسبة له اعلى، كل ما انت بتقول ان انا في مباريات انت ممكن مش هقول عدد الفرص فيها قليل، لكن مع العدد الفرص القليل يقدر يترجم لك لمكسب او لهدف. ولكن لو ما فيش راس حرب اللي موجودين خلاص هتشتغل بيهم، وممكن تبتدي الموسم من غير راس حربة السنة اللي فاتت. هتبتدي من غير راس حربة، او لا كان عندك روس حربة وما شاركتش، او كان عندك وما شاركوش. صحيح لا اللي شارك ما انا بقولك ما هو كهربا مش راس حربة صريح. ومين اللي كان موجود راس حربة؟ حسام شادي. لكن اللي كان شريف. بيلعب مين رقم واحد كان بيبتدي؟ كهربا. وبعدين بيرسيتاو كمان كان بيحطه لعب. انا قلت لك هو كان في استنساخ 3 وراهم 3، يعني انا قبل كده قلتها تقريبا في مداخله معاك، كان في 3 وراهم 3 لعيبه كمان، يعني انت محضر في الجزء الامامي ده 6 لعيبه عشان في بلغه الكوره ما تعطلش يعني الدنيا ما تقعش منك. لا انت حاطط كهربا وشريف
حسين مثلا وميرسي وبرستاو طاهر طاهر وعبد واحمد الهادي، عبد القادر. فانت مجهز سته زي ما انت برضو دخلت على نص الملعب. لا انت برضو كان مجهز عدد جيد. ليه الناس كانت بتتكلم على قفشه ان ممكن كان جه وقت مستواه نزل، ودلوقتي تقدر تقول ان قفشه مستواه رجع مره تانية. التوظيف واللي مطلوب منك واداؤه، صح، ان هو ازاي يقدر يرجع نفسه تاني. لعيب بتلعب موجود في النادي الاهلي، لعيب كبير خدت بطولات مع النادي، لعيب بتروح منتخب مصر، وارد ان انت مستواك ينزل شويه، لكن ممكن مع المساعده او المسانده من مدربك وزمايلك تقدر ترجع تاني افضل كمان افضل. واحنا انا شفت بيرسي تاو الموسم اللي فات ده مختلف تماما، نسخه جديده حسين تماما عن الشحات، بيرسي تاو، ديانج، كتير الحقيقه لكن من انت الاسماء. جهزت. كان حمدي فتحي هو موجود، مروان، ديانج، افشه، فخري، كوكا، بدل ما يبقى عندك ثلاثه. خلي بالك السوليه مع انا عرفت النهارده ان هو اتصاب اتصاب للاسف مع الاصابات كمان السنه اللي فاتت، لكن انت كان غاب السوليه، انت ما كنتش حاسس ان في لعيب مهم زي عمرو السوليه في نص الملعب. صحيح، ان هو خلي بالك عودة أكرم توفيق وكمان ربنا، انا قابلته قريب اكرم بسم الله ما شاء الله، كويس جدا. ويرجع ان شاء الله وكريم فؤاد يبقى اضافه سواء هنا او هنا. وكمان غياب اكرم اداك هاني الموسم اللي فات برضو بسم بالنسبه الله له ما شاء الله، موسم يعني واحد انا استثنائي. حاسس ان هو مظلومين السنه اللي فاتت، لا هاني لانه الناس كانت بتنتقد وفي اوقات صعبه، ولكن هاني لا الحقيقه موسم ثبات استثنائي انفعالي بصراحه كبير جدا. جدا، وشال مسؤوليه كبيره، ويكفي ان هو كمان شال شرط يعني ان انت تبقى قائد للنادي الاهلي، دي حاجه ومسؤوليه كبيره جدا. صحيح، وكان في وقت صعب، وانت تحس بدور القياده اللي موجود في هاني، لان انت عارف ان في حاجات لازم تتورث، هي هتنزل مثلا. كان الشناوي، كان ايمن اشرف، كان وليد سليمان قبل ما يبطل العدد، انت عارف اسلام جوه اوضه اللبس لو خمسه كبار غير لما يبقوا سته، غير لما تبقى سبعه، غير احنا كان عشان كده بقول احنا الموضوع بالنسبه لنا مختلف. ليه؟ عشان سن واحد تقريبا، عشان كلنا قريبين من بعض، فانت كان كله خلي كبير بالك. في ما انا بقولك من ضمن الحاجات اللي مخليه الجيل ده بتاعكم موجود فيه كل الناس وقريبين من بعض، احنا كلنا كنا بنلعب منتخبات مع بعض تقريبا، يعني مظبوط. احنا لو ما شفناش بعض في نادي هتبقى شفنا في بعض في المنتخب، منتخب، ف والجيل الحالي منتخب برضو، ناشئين او شباب او كمان. والجيل الحالي كل لما بتكون اوضه اللبس فيها سيطره وفيها لعيبه دخلت في الزون بتاع ان احنا خلاص بقينا كبار ونشيل مسؤوليه، دي بتفرق كتير مع النادي الاهلي. يعني انا او مش هقول من المرات القليله اللي شفت فيها كهربا بيشيل مسؤوليه، يمكن في الفترات اللي قبل كده كان لسه صغير برضه كبر هو بيفكر نضج. لكن لازم تبقى انت، لا انت مسؤول جوه اوضه اللبس، انت لعيب كبير جوه اوضه اللبس، لك دور طبعا في اوضه اللبس، لان انت كل ما اوضه اللبس عندك بتبقى في سيطره وفي لعيبه زي مش هنقول طبعا انت ده مش انت بتقول مش حابب المقارنات. انا ما بحبش المقارنات صراحه. ف لا انت قول اللي انت احنا عايزه، بنقول لكن انا النصايح، بتكلم على لا نفسي النصايح ان انت هو ده سر من اسرار النجاح بالنسبه لك جوه اوضه اللبس. يعني انت لو الامور في حاجات غلط جوه اوضه اللبس بتتعكس عليك جوه الملعب. لا لا دي بتبقى واضحه، تلاقي الكره داخله جون تطلع بس لوحدها، وتخسرك مش هقول مباريات، يمكن النادي بطولات. الاهلي لا طبعا. فانا بشوف ان الفتره اللي فاتت لعيبه صغيره ولعيبه كبيره، مش هقول بقى دلوقتي مش صغير اللي هو لسه طالع من نشيل، لا ده بيشيل مسؤوليه وليه دور جوه اوضه اللبس، ودي ميزه. وجود اخدك لمنطقه القطاع الناشئين، وجود وليد سليمان بالنسبه لك كرئيس لقطاع الناشئين اعتقد بيتم تجهيزه من بعد ما بطل كوره الحقيقه. اكيد وليد خد خطوات يعني تقريبا قريبه من انت خدتها. وسريع يعني، بس انت اتجهت للفني. بدايه وليد من الناس الخبرات كبيره جدا في اللعب، عدد سنين اللعب في النادي الاهلي، عدد البطولات اللي موجوده في النادي الاهلي، عنده من الخبرات اللي يكفيه انه يقدر يدير النادي الاهلي بيفكر فيه في الكارير الاداري. قطاع الناشئين هي مسؤوليه كبيره طبعا. انا بقول ربنا ان شاء الله، ربنا يعينك، بتمنى لك ان شاء الله ان انت تنجح، والنجاح بالنسبه لك ان انت مش هقول ان انت بطولات قد ما يبقى يطلع لنا لعيبه من تحت ايديك وبطولات طبعا وتطلع، هو دي متورثه في النادي. وتقدر تخرج او تطلع لعيبه اكتر تفيد الدرجه الاولى في النادي الاهلي. دي الحاجات اللي في الفتره اللي كنا موجودين، عشان كده انا بكون دايما سعيد ان لما اشوف عبد المنعم
لما اشوف رامي ربيعه من اول رامي ربيعه وعبد المنعم كان قبلهم رامي ايمن كبر برضو يعني بالنسبه رامي. انت بالنسبه طبعا لك رامي لسه عيل صغير يعني ولد لا. صغير لكن رامي مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي في 2010 لما طلع كانوا تحت ايدك تيالي كنا في قطاع الناشئين وكابتن زيزو طلع فتره مؤقته اول حاجه كنت بكلم لازم رامي يبقى موجود معاك في الدرجه الاولى هو كان خوفا على رامي بعدين لما طلع قال لي لا عماد ده هيلعب وهيشارك لا الموضوع مختلف فدلوقتي الامور بتتغير والواحد حافظهم حتى بقول بالجيل وبالسن يعني ندفت 97 محمد هاني 96 رامي 93 منعم 99 في ناس دول مكملين وفي ناس مشيت كان ممكن الظروف لو ساعدتهم اكتر لو كان في مسانده اكتر كان ممكن تلاقي اسماء تانية ربنا يوفقهم في انديه ولما ان شاء الله يرتقي اكتر بالمستوى ممكن هتلاقيه يرجع تاني النادي الاهلي وده حصل كتير يعني. خلينا نروح لاسئله بسرعه جدا الرد عليها يكون مثلا الدوري السنه الجايه الدوري الممتاز شايفه ازاي في ظل هذه الحاله في ظل صعود الجونه وزد وبلدية المحل. اقسم على طول الدوري يا اسلام اللي هي للثلاث مراحل هينافس على الدوري منطقه النص منطقه الهبوط. نافس على الدوري. اهلي زمالك بيراميدز وكمان يعني انا بقول حتى فيوتشر فرط في بعض اللعيبه هيبقى بعيد مش هقول هيبقى بعيد لكن برضه هيبقى في المنافسه في الاربعه يعني ينافس على الـ على الـ على برضه المربع ولو هيبعد مش هيبعد في المنطقه اللي هو السادس خامس سادس تحت مش بقى تحت انت دايما احنا سريعا بنقول ان الفرقه اللي صعدت لما بيكون معاك امكانيات وصرفت وجبت لعيبه زي ما عمل زد مثلا بس خلي بالك زد برضه صرف في حدود المتاح اللعيبه او زي ما كان متخيل برضه نفس الكلام للجونه نفس الكلام للبلديه البلديه ما سمعناش يعني يمكن مكملين بنفس المجموعة فالدوري برضه بطوله الثلاث فرق اللي صعدوا مع مين هيأثر بقى ويبتدي الدوري ما عملش حسابه دلوقتي في فتره الانتقالات او مش هقول بقى الاختيارات الاهداف انت مش حاطط الهدف من بدري مش مركز ان انت عايز تكون فين لان كل واحد عنده التارجت بتاعه انا بتكلم على المربع فانت لازم تعمل استعداداتك وانت بتجهز لعيبتك ان انت تشتغل على مربع بطوله الدوري انت شغال طبعا اكيد كل الناس ليه احنا بنقول اهلي زمالك بيراميدز بناء على السنين اللي فاتوا السنتين او الثلاثه اللي فاتوا هم الثلاث فرق اللي بينافسوا على دائما يعني لما طلع فيوتشر في البدايه على طول لا دخل في صلب المنافسه انا داخل على المربع والهدف كان موجود في المربع ثاني سنه موجود في المربع بالعكس ده كان بينافس على المركز الثالث لغايه اخر الدوري انديه الوسط اللي هو لو وصل والظروف ساعدتك ان انت تنافس ممكن تكمل اوكي وفي ناس ممكن يبتدي كويس جدا وينهي حلا واسوان مثلا وينهي الموسم طبعا في مراكز صعبه طبعا طيب عشان انا بكره عندي قضيه او قضيه البيت الكبير بكره هتبقى التحكيم هنتكلم عن التحكيم من وجهه نظرك لان انا شايف دلوقتي يعني انا شايف كابتن توفيق السيد طلع مع اعتقد كابتن هاني حتحوت وخبط جامد جدا في بريرا مثلا هل انت مع الخبير الاجنبي للإشراف على التحكيم في مصر ولا شايف إنه لأ حد من مصر هو اللي يبقى كده وجهة نظرك يعني الخبير لو هيطور مع الخبير الأجنبي خبير لو عنده من الكفاءة إن واسم كبير يقدر يضيف للحكام أهلا وسهلا يعني زي ما أنت بتقول إيه مع بريرا؟ زي ما أنت بتقول الأندية الكبيرة مع كل المدربين الموجودين أجانب مظبوط فانت التحكيم هتجيب اجنبي بس هل بالكفاءه ان هو لان انت عندك كفاءات برضو طبعا ليه انا بقولها كده ان احنا عندنا كفاءات بس احنا جربنا كنادي اهلي انا هتكلم عن النادي الاهلي هنا انت جربت فانت تعبت سنتين ثلاثه خسرت فيهم دوري بسبب اخطاء تحكيميه واضحه ونقاط ضاعت بسبب الاخطاء التحكيميه بشكل واضح ومباشر مع مع المصري ولا مع الاجنبي؟ مع المصري ماشي عشان انا برضو مش عشان مع المصري فانا لا فانا هاجي انا مش هاجي يعني مع صف الاجنبي غير لما يكون كفاءه واسم كبير عنده خبرات يقدر يضيف الخبرات دي للحكام ونحس باللي انت بتقول عليه يا رب ان دي المشكله ان عندي حكم في الملعب يقدر يشيل مسؤوليه وعندي حكم على الفار يعني في وقت اسلام يعني معلش يعني انا ممكن اكون مشيت من نادي ما بسبب التحكيم مش هقول لك ان انا خسرت مباراه ناس لا يعني انا مشيت يعني انت اثرت على ممكن مستقبل مدرب صح
ممكن اكون بسببك بنزول فريق فرقه هبطت ممكن عشان حاجة. عشان بنط صح. عشان قرار واحد في مباراه ممكن كانت من الدور الاولاني مثلا مكسب وخلص تعادل من 3 بنط يودوك في حته تانية لبنط واحد. ولو خسرت مفيش بنط فانا بقول لك الخبير الاجنبي هتضيف للحكام ويبقى عندنا حكام عندها شخصيه قويه لان احنا عندنا حكام يعني عيب ان احنا نعد حكامنا على الصوابع عيب عيب ان احنا نقول عندنا واحد او اتنين او عيب لان احنا عندنا حكام محترمه جدا صحيح محتاجين دعم محتاجين زي اقول بقى ان هو بيلعب مباراه يعني زي اللعيب صح محتاجين تدريب محتاجين ان انت لما دخلنا على الفار ازاي تقول ان انا عندي 3 بس هم اللي اتعلموا على الفار او 4 ما ينفعش صح ما ينفعش اللي قاعد على الفار ده انت دورك ده انت اللي شايف وانت اللي هادي وانت اللي قاعد في تكييف وانت اللي قاعد قدامك شاشه دي اللي قاعد في تكييف بالظبط ازاي 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 تقول لي مثلا ان الخط ده لا مال مني شويه ان الخط لا ما فيش احنا في قرارات اصلا في الدوري الانجليزي مثلا ما بياخدش 10 ثواني مراجعه فار ما وفيها احنا هنا ممكن لمسه اليد لو الاسلام هتتحسب ضرب الجزاء ولو على اسلام مش هتتحسب ضرب الجزاء وفي دفعه هنا ممكن تتحسب لك فاول وفي دفعه هنا مش المسطره الواحده تقصد في احتساب ضربات الجزاء في كله في كله يعني مش في احتساب ضربات الجزاء في كل حاجه صحيح هو الصفاره مع مين انا خليني اقول لك ان هو العدل مع مين انت راجل انت اللي بتعدل في الملعب انت اللي ممكن قرارك يكسب فرقه وممكن قرارك ده يخسر فرقه قرارك ده يكسب دوري وقرارك ده ممكن يخسر دوري قرارك زي ما احنا بنقول في 2007 يخسرك بطوله افريقيا وقرار حكم كان ممكن يكسبك بطوله افريقيا صح لا بس فانا الموضوع سهل وبسيط انت خلاص عزمت الامر ان انت بقى عندك خبير اجنبي يجب ان يكون هناك تطوير إضافة. واضح طبعا. لمس طبعا. ملموس طبعا وياخد الصلاحيات يعني لازم يبقى فيه صلاحيات عشان برضو ما يبقاش يجي بعد كده الخبير زي كابتن طفيل لما طلع اتكلم اكيد باللي هو شافه او اللي هو عارفه لما يطلع الخبير الاجنبي بعد كده هيتكلم هنا في مصر لا ده هيتكلم هنا في مصر وهيتكلم بره ان ما كانش عندي الصلاحيات ان كان مفاجاه ان احنا ممكن بكره يبقى معانا مفاجاه خليها لبكره احسن لكن انا بالنسبه لي احنا عندنا حكام كبيره حكام محترمه في موضوع التحكيم يعني بتدير مباريات كبيره وشفنا الكلام ده في اخر مباراه للاهلي والزمالك انت ما بتجيبش حكام اجانب انا مش شايف ان في مشاكل بدل الحكم واخد كل الصلاحيات وان انت جوه الملعب قراراتك سليمه بتلاقي كل الناس معك كابتن محمد عادل اهلي وزمالك الكابتن بنا اهلي وزمالك ما تحسش يعني ان انت عايز تجيب حكم اجنبي ممكن الاخطاء اللي عنده انت عشان الراجل ده مش هيحكم لك تاني فانت بتقول مش مشكله لكن هي ممكن تكسبك دوري وتخسرك دوري ممكن تكسبك مباراه وتخسرك مباراه خيرا عماد متفائل السنه دي للنادي الاهلي السؤال اللي دايما بختم بيه اكيد طبعا النادي الاهلي بيعرف ازاي يخش في التحديات لكن وائل برضه حاجه كويسه جدا ويمكن احنا كنا محظوظين الجيل بتاعنا كان دي دايما محطوطه قدام عينيك وانت شايفها كويس جدا ان الموسم انتهى عملنا فيه بطوله زي 2 زي 3 زي 5 بتفكر في اللي جاي ازاي تعمل احسن من الموسم اللي قبله فانت بتكلم في 5 بطولات ان شاء الله السنه دي ربنا يوفق النادي الاهلي في ان يقدر يحصل على الخمس بطولات مره ثانيه ان شاء الله عماد انا بشكرك جدا من الحلقات اللي دايما بتبقى قريبه جدا من قلبي لاسباب كتيره جدا ولكن وجودك وطريقتك واسلوبك وكلامك عن الامور الفنيه اعتقد ان هو كلام مهم جدا انا بشكرك جدا على تواجدك معايا في اول يوم بعد الاجازه ده انا بشكرك طبعا وان شاء الله تبقى بدايه موسم جديد بالنسبه لكم مع تغيير شويه التغييرات كده وسعيد طبعا ان انا اول حد ان انا اكون موجود معاك ان شاء الله في بدايه الموسم الجديد ودايما موفق يا اسلام ان شاء الله شرف لينا عماد ان انت تبقى معانا الله يكرمك انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا حبيبي انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كانت هذه حلقه او اول حلقه بعد اجازه اسبوعين الحقيقه كنا يعني قاصدين ان احنا يكون معانا حد بقيمه كابتن عماد النحاس وكلامه الهام جدا فيما يخص النادي الاهلي وفيما يخص في الاحوال الرياضيه حوالينا في مصر والدوري السنه الجايه وكل الامور الفنيه عموما كانت هذه حلقه اليوم ان شاء الله بكره عندي قضيه هامه جدا 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 قضيه البيت الكبير هتكون عن التحكيم وعندي فيها مفاجآت ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكملها على خير وتبقى المفاجآت موجوده على الهواء مباشره. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.